يا مريم سلطانة الجبال والبحار وملكة لبناننا العزيز الذي أتيت مجده وشئت أن يكون له رمزا يا عذراء دارت نقاوتها سل جنوبنا وفاح عرف طهرها كعرف زهور لبنان وتسامت مرتفعة كالأرز في نسألك أن ترمقي بنظرك الوالد جميع بنيك وتبسطي يديك طاهرتين اللهم أسألك أن تجعلني مستحقا التقدم إلى مذبحك الطاهر بلا عيب ولا دنس لأني عبد خاطئ قد اقترفت الخطايا بين يديك ولست أهلا للتقدم إلى مذبحك الطاهر ولا إلى أسرارك المقدسة لكني أتوسل إليك يا حنون يا رحوم يا محب البشر انظر إلي بعين الرحمة والرضا واجعلني مقبول الوقوف بين يديك وأحل علي نعمة روح قدسك وطهرني من خطاياي وقدس هذه التقدمة وامنح بها غفران الخطايا ومحو الذنوب لمن تقدم من أجلهم ولي ولوالدي ولكل من اشترك معي من الأحياء والأموات اجعل لهم يا رب ذكرا صالحا مع أبرارك وقديسيك بشفاعة السيدة أم النور ومار يوحنا المعمدان ومار شربل والقديسة رفقة وجميع القديسين آمين بيت خاله هو عيلات وقدم من بيلوخ صغدت ملكش ما ينحاصو لي خلدة أحبيت له ملكش ما ينحاصو لن خلدة تينان له صلاو على إيمة الموران قالو هو قبيل قربونه نترحم عليهم بصروته الله معنا من استوديو الام تي في منوجه تحية محبة لكل المشاهدين لكل بيت صار كنيسة منزلية نشترك معكم اليوم بالذبيحة الإلهية وأيضا نشترك مع رابطة الأخويات يلي عم تحتفل اليوم بعيد السنوي لسبعين ألف ابن وبنت أخوية موجودين بلبنان منوجه لهم تحية ومعايدة من القلب من عائلة الفرسين والطلائع والشبيبة وأخويات الأم من استوديو الام تي في منشترك بالذبيحة الإلهية مع رئيس الرابطة الأستاذ جوزيف عزار نائبة الرئيس هدى شاهين ومنشكر أيضا حضور وصلاة وترنيم خينا سالم تامر يلي رح يشترك معنا بالذبيحة الإلهية قديس مبارك وعيد مبارك لجميعنا أمين المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين يا ابن الآب السماوي يا من حسنا في عينيك أن تكون ابن مريم البتول فأقبل جبرائيل رئيس الملائكة مبشرا حاملا سلام الآب إلى المباركة بين النساء
أعدنا لاستقبال ميلادك المجيد بالفرح والابتهاج، فنرفع المجد والشكر إليك وليبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء. الصالح لبني البشر. تمجيدا للثالوث الأقدس وإكرامه. برح مور أبون لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أرسل إلى الناصر جبرائيل مبشرا، وإلى الإبن الذي حل في مريم فصار هو البشرى، وإلى الروح القدس الذي قدس البتولة وتمم السر العجيب. برخ مور أبون الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. المجد لك أيها السامي، يا من شئت أن تسكن مع بني البشر. أنت القوة التي حلت في البتول الطاهرة، فظهرت منها إلها متجسدا. لذلك نهتف اليوم قائلين: طوبى لك يا مريم، لأن ابن الله اختارك أما. طوبى لك لأنك عتقت آدم أباك. طوبى لك لأنك مجد الشعوب وفخر الأجيال. والآن نسألك يا كلمة الله على عطر البخور، امنحنا برحمتك غفران الذنوب ومواهب الروح. هب الرعايا أمانا والأديار سلاما، والكهنة وقارا، والشمامسة نقا، والشيوخ جلالا. وامنح الوالدين كرما والشبان عفة والأطفال تربية. قدس الرهبان والراهبات، انشر الحق والمحبة في كل الأقطار. أرح الموت في ملكوتك الأبدي. برخ مور أبون. فنرفع المجد والشكر إليك وليبيك المبارك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. تبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته. فها منذ الآن تطوبني جميعا القدير، لأن القدير
صنع بي العظائم واسمع قدوسا قدوسا قدوس ورحمته إلى جيل فجيل للذين يتقونه تعظمون سرا أيتها البتول الطاهرة التي عطرت العالم برائحة المسيح الطيبة أنت الغمامة التي سكبت الندى على المسكونة ابتهلي معنا إلى وحيدك ليكبر بخورنا وصلاتنا ويفيض علينا في ذكر بشارتك نعمه السماوي فنشكره وأباه وروحه القدوس إلى الأبد. آمين. ترحم علينا قاضي شطاله قاضي شط حائل طنو قاضي شتلو ميوتو ترحم علينا قاضي شطاله حائل طنو قاضي شتلو ميوتو اترحم علينا أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين. في بشراك الوديعة يا كلمة الآب فاضت أفراح البيعة سر جمع الأحباب قد أرسلت جبرائيل يا كلمة الآب حاملا بشرى الإنجيل سر جمع الأحباب قد أجابته البكر إني أمات الرب منه لله الشكر إنني طوع أقرأ من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل جلوسي في هذا العيد المبارك وأمام المرشد العام وبارك يا سيد. المجد لسيدي بولس والرسل تحل مراحم الله على القارئ وعلى مشاهدين الام تي في ورابطة الأخويات في لبنان إلى الأبد آمين. يا إخوتي مهما فعلتم فاعملوه من صميم قلوبكم كما للرب لا للناس عالمين أنكم ستنالون من الرب جزاء الميراث فإنكم تخدمون الرب المسيح لأن الظالم سينال جزاء ظلمه ولا محاباتا للوجوه أيها الأسياد قدموا لعبيدكم العدل والمساواة واعلموا أن لكم أنتم أيضا ربا في السماء واظبوا على الصلاة واسهروا فيها شاكرين وصلوا معا من أجلنا أيضا ليفتح لنا الله بابا للكلمة فننطق بسر المسيح الذي من أجله صرت أنا أسيرا لكني أعلنه كما يجب علي أن أنطق به أيها الإخوة أسلكوا بحكمة
أمام الذين هم في خارج الجماعة مفتدين الوقت، ليكن كلامكم مقروناً بالنعمة على الدوام، مطيباً بالملح، لكي تعلموا كيف ينبغي أن تجيبوا كل إنسان. سيطلعكم على جميع أحوالي تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين ورفيقنا الحبيب في الخدمة، والتسبيح لله دائماً. وبارك يا سيد. هللويا وهللويا. السلام عليك يا مملوءة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء. هللويا. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة، فلنصل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامع، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال مرقس البشير: خرج يسوع من نواحي صور ومر بصيدا، وأتى إلى بحر الجليل عابلا في وسط المدن العشر، وحملوا إليه أصم أخرس وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه، فأخذه على انفراد بعيدا عن الجمع، ووضع إصبعه في أذنيه وتفل ولمس لسانه، ورفع نظره إلى السماء وتنهد وقال له: افتح، أي انفتح. وفي الحال انفتحت أذناه وانحلت عقدة لسانه، وأخذ يتكلم بطريقة سليمة. وأوصاهم يسوع ألا يخبروا أحدا بذلك، ولكن بقدر ما كان يوصيهم كانوا هم يزيعون الخبر أكثر فأكثر، وبهتوا جدا وقالوا: لقد أحسن في كل ما صنع، فإنه يجعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون. حقا والأمان لجميعكم. من كان من الله سمع كلام الله، من كان من الله سمع كلام الله. كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي. كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي. بها الإنجيل المبارك يلي سمعناه اليوم، والرب يسوع يلي زار جزء من أرضنا، من بلدنا لبنان، صور وصيدا. ولأنه بلدنا هو جزء من الأرض المقدسة، الأرض يلي بشر فيها الرب يسوع، الأرض الأولى يلي انطلقوا الرسل للبشارة، المنطقة الأولى يلي دعيوا المسيحية فيها بهالاسم مسيحيين بأنطاكيا، نحن من هالأرض نرفع صلاتنا للرب شكر للبشارة، للنعمة، لإنجيل الحياة يلي منحنا إياه.
ومثل ما كان الرب يسوع بعده عم يعلن البشارة ويشفي المرضى، مثل ما شفنا بهالإنجيل جفاء شخص أخرس وأصم، الرب يسوع بهالإنجيل بيرجع بذكرنا بالتكوين، لما الله خلق الإنسان على صورته كمثاله ونفخ في روحه. الرب يسوع اليوم أيضا بهالعجيبة يلي شفي فيها هالأخرس والأصم كان عم يخلقه من جديد، عم خليه يعطيه الحياة من جديدة من خلال أنه جبل هالتراب ونفخ أيضا روحه، روح الله الموجودة بكل واحد منا، روح الله الموجودة بكل إنسان. من هيك هيدي الروح هي ملك للرب، ونحن دايما روحنا رغم الصعاب والمشاكل والتعب والمرض، ولكن روحنا دايما بتضل تشدنا نحو السماء، أما جسد الإنسان بشده نحو الفاني، نحو التراب، نحو الخطية أوقات، ولكن الروح يلي فينا يلي هي روح الله، الله لما خلق الإنسان نفخ في روحه. من هيك منقول مع القديس أغسطينوس: يا عطش الأرواح أرنا محياك، قلبنا لن يرتاح إلا بلقياك. نحن ما منرتاح إلا بلقاء الرب. من هيك المشاهدين بيعرفوا والمؤمنين خاصة بكل مرة بيلتقوا بالرب بحسوا بسلام، بحسوا بفرح، بحسوا بطمأنينة، بحسوا بهالحضن الدافي. من هيك كل واحد منا إذا بعد ما حس بهيدا الشعور ما قدر يعيشه، يعني بعد صلاته فاترة، بعده إيمانه ضعيف. من هيك نصرخ للرب اليوم بهالنهار المبارك، منقول له: يا رب زدنا إيمانا، يا رب اعطينا من رحمتك، من حنانك، من محبتك، لأنه الرب وعدنا بالخلاص، ولكن ما وعدنا أنه على الأرض نحن رح نرتاح. الرب يسوع قالنا أنه رح يكون في كتير اضطهاد، رح يكون في صعوبات، ولكن لا تخافوا أنا غلبت العالم. الرب يسوع بهالإنجيل يلي بيوصينا أنه نكون أمينين لهالدعوة، لهالنعمة يلي وصلنا عليها نحن، يلي الله أعطانا إياها من جر المعمودية، هالولادة الجديدة يلي نحن ولدناها من الماء والروح بالمعمودية المقدسة، ورجعنا صرنا من جديد أبناء لله وورثة للملكوت السماوي، مدعوين أنه نعيش أكثر وأكثر بقلب هالزمن المبارك، ونكون شهود على مثال الرب يسوع، على مثال الرسل. وهيك نحن منفتخر بمجتمعنا يلي حقيقة مجتمع ملء الإيمان والتقوى والقداسة، ويلي عم نشوفه اليوم قدام شاشات التلفزة، العائلات يلي صاروا كنيسة صغيرة، كنيسة منزلية، هالشي بكبر القلب، ومنعرف أنه حقيقة نحن أبناء الإيمان، أبناء الملكوت. قديش بيصلي صور وأشخاص، أطفال من الفرسان، من الطلائع، لما الأبونا عم يقرأ الإنجيل قدام التلفزيون بكل إيمان، عم يحملوا شمعة، عم بيبخروا، عم بيصلوا، عم يشتركوا حقيقة فعليا بالذبيحة الإلهية، وعم يقدروا بإيمان كتير كبير يتناولوا بمناولة الشوك. هيدي النعمة كبيرة بحياتنا، وهيدي نعمة السماء من نعم الله على حياتنا. رجاء ما تخلوا هالنعمة تصير بحياتنا نقمة، إنما نعرف نستفيد من هاللقاء، اللقاء العائلي. يمكن كنيسة الرعية تسكرت، ولكن صار في عنا مئات لبل آلاف الكنايس، هن البيوت، هن العائلات، عم بيكونوا كنيسة تحضن بقلب الرب يسوع وتحضن مريم العذراء. ومن هالكنايس يلي منشد على إيدها هي كنيسة رابطة الأخويات المنتشرة بكل لبنان لبل بالعالم، وهن شهادة، لأن هن جماعة صلاة، هن أشخاص أرادوا التعمق بفهم إيمانهم المسيحي. من هيك أنا اليوم بشد على إيدكم وبقلكم: رجاء أن كونوا مثل صالح، كونوا قدوة بالإيمان، بكونوا الخميرة الصالحة، كونوا ملح للأرض، كونوا نور للعالم، لأنتوا النور، نور الرب يلي بده يضوي بحياة الأشخاص يلي حواليكم. صلاتنا منرفعها لكل شخص عم يتعب، لكل شخص عم بيصور، لكل شخص عم يهتم بهيدا القديس. منصلي من أجل عائلاتكم، من أجل كل القيمين على مؤسسة الام تي في يلي بقلبهم إيمان كتير كبير، وعم يقدر هالإيمان يشع لبرا. من هيك منقول نحن: الإناء ينضح بما فيه، ولأنه بهالإناء مليان محبة وإيمان للرب، نحن اليوم نرفع هيدا القديس صلاة شكر لكل شخص عم يشتغل حتى يوصل كلمة الله ويكون شاهد بحياته.
إن شاء الله نضلنا متحدين بالثرى بلكة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. أمين. نؤمن بإله واحد خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس والبنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يشهد له ويمجد، الناطق الأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة. أجيء إلى مذبح الله وإلى الله الذي يبهج شبابي، وين بصوغ الطيب وطاخ اعول البيت وخوص غضب هايك لوتكوت شو دحل طخ مريو دماري وبزادي كوتخ لفاي صلاة على إيمت المورا قالوا قبل قربونه نترحم علي هاليلويا قال الرب إنني خبز المحيي الآتي من حضن الآب أتلل قابلاني حضن العذراء الأم الناطي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيعة هاليلويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت كرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك هؤلاء من كرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية ولد الله مريم ومرمرون ومار شربل. أذكر اللهم آباءنا وأخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة بخاصة من تقدم من أجلهم هذه الذبيحة الإلهية على نية المرضى ولا سيما مرضى الكورونا. واذكر يا رب جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. هاليلويا ضيع صغيري من سي كان في صبي الله ما وعطي نعم روحي ندرت عمره من أول عمره تبقى عذرة الحلو العذرة زهرة ذنب مخفي عاشق بالفي تنشر عطر الحني عالإنساني هاليلويا عذراء أم الله. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين.
أيها الآب السماوي، أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مسبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا خدام الروح القدس. ليصفح بعضكم مع بعض كما صفح الله عنكم في المسيح. طوبى للسعينا إلى السلام، فإن له أدنى الله يدعى. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين مرنمين. قدوسا 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 أنت الرب القوي إلى الصباح، السماء والأرض من مجدك العظيم، هوشعنا في الأعالي، مبارك الآب باسم الرب، هوشعنا في شويتا وساغي رحمة مريو ومتول دبرحمات نشوطان شادرت بروخ دلوخ العلم وممتولتو مريم اتبصار أخذ الفرقان وديلان، وفي اليوم الذي قبل آلامه المحيا أخذ الخبز بيديه المقدستين وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه قائلا: سابخوا المناه كلخون هانو دنيتاو فغرو ديل دحلو فيكون وحلو فساقية ما تكسى وما تيهب حصاية حوبة والحاية دل عالم علمي. كذلك على الكأس الممزوجة خمرا وماء بارك وقدس وأعطى تلاميذه قائلا: سابشتاو من كل خون هانو دنيتاو تموديل دياتك إحداتو دحلف يكون وحلف ساقية متشد ومتهب حصاية حوبة والحاية دل عالم علمي. آمين. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا:
كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصية ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشعب وجهك عن خطايانا وعضدنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نذكر بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدروا فيها الروح الحي القدوس ويحلوا على ذا القربان الموضوع لتقديسنا فلقف مصلين خاشعين استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان كيري ليسون كيري يجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما مار بشارة بطرس الراعي بطياركنا الانطاكي ومار بولس روحانا متراننا ومار لييس سليمين المشرف على رابطة الأخويات وعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا رب يا رب ارحم منصلي اليوم على نية كل مرضى الجسد وخاصة مرضى كورونا تتكون أنت يا رب بلسم لأوجاعهم وعلى نية كل مرضى بالروح تطفيد عليهم مواهب روحك القدوس وتكون أنت السلام بقلبهم أعطيهم يا رب الصحة والعافية حتى يلمسوا عجائب حبك ويكونوا بدورهم شهود لقدرتك ورحمتك اللامتناهية نسألك يا رب يا رب ارحم منصلي يا رب على نية مرشدي ومسؤولي وأبناء عائلة الأخويات من فرسان وطلائع وشبيبي وأخويات أم ومدربي معها التنشئة والتدريب حتى يضلوا شعلة الإيمان ودفء المحبة بقلب عيالهم ومجتمعهم وحتى بكل عمل بيعملوه يكونوا عم بيمجدوا اسمك ويحققوا مشيئتك منسألك يا رب يا رب ارحم منصلي على نية كل العاملين بالام تي في ومن رابطة الأخويات وبالصندوق التعاضدي حتى أعمالهم إذا كانت كبيرة أو صغيرة تكون أعمال محبة بتتقدس وبتزيدهم نعم نسألك يا رب يا رب ارحم أذكر يا رب الذين أردوك منذ البدء لاسيما القديسة والدة الله مريم والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ويوحنا المعمدان واستفانوس رئيس الشمامسة ومار شربل والقديسة رفقة أشركنا يا رب في صلواتهم وأهلنا لنصيبهم وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك نسألك يا رب يا رب ارحم اجعل يا رب ذكرا صالحا لأبائنا وأخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات
لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي نرجو بواسطتنا ولا المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. مهيمنا مقربنا نكرستي يهود رحمة أنجبك فالخلاص هذا الشمر المرأة السرعة ربنا بسم الآب الحي للحيات. أمواتنا أكلوا من خبزك، أمواتنا شربوا من دمك، يا رب اغفر لهم يوم الدين. اجمع نفوسهم يا رب برحمتك وبلغهم مرافئ السعادة فيصعدون لك التسبيح. أمواتنا أكلوا من خبزك، أمواتنا شربوا من دمك، يا قربانا شهيا قرب لنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. مع المشاهدين، مع الكنائس المنزلية، مع العاملين بالام تي في، منصلي كأبناء للآب السماوي ومنقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. إحنا رؤوسكم أمام الرب الرؤوف وأمام مذبح الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، واهرم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير، وليك نرفع المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. اذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك الأقداس القديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة الخطايا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. Yeah.
عرش الأرواح أرنا محياك، قلبنا لن يرتاح إلا بلقياك، حبك يكفينا، دربك يهدينا، عينك تحمينا، نورك يغنينا، يا عطش الأرواح أرنا محياك، قلبنا لن يرتاح إلا بلقياك، دعنا نصغي إليه عبر هدوء الهياكل، دعنا نصغي إليه عبر ضجيج المعامل، يا عطش الأرواح أرنا محياك، قلبنا لن يرتاح إلا بلقياك، يا عطش الأرواح أرنا محياك، قلبنا لن يرتاح إلا بلقياك. أخويتي هويتي، نشكرك يا رب على نعمة الحياة والصحة يلي وهبتنا إياها، نشكرك على الشعور والمحبة يلي علمتنا إياهن من خلال فدائك عنا على الصليب، نشكرك لأنك قبلت تتأنس تترفع قيمة الإنسان وتحقق المساواة بين البشر. نطلب منك يا رب تعطينا القوة والحكمة تنحافظ على نعمة حياتنا وحياة إخوتنا بالإنسانية، أعطينا نعيش المحبة والتواضع تنرجع لإنسانيتنا ونحقق المساواة والأخوة بين البشر، ونكون فعلا إخوة متحدين وأبناء وبنات الأخويات، ونقول نعم لكنيستنا على مثال إمنا مريم العذراء شفيعة أخوياتنا، ونحول النعم يلي قدمتها إلنا لإبداع وتطور بكل المجالات الصحية والعلمية، وتفعيل الحوار والتواصل عبر مواقع التواصل والإذاعات والمحطات، وخاصة الـMTV والقيمين عليها والعاملين فيها، تنقدر بنعمة الرب نتخطى هالوباء العالمي كورونا والتأيد بتعليمات وتوجيهات المسؤولين. لك المجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أبسط أيها الرب يسوع يمينك، بارك شعبك، أحفظهم بصليبك، كن لهم ستراً وملجأً، وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم جميعا بركة الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد. آمين. من أجل الإيمان من أجل الأمان من أجل الإيمان بنصلي من أجل الأمان بنصلي من أجلك يا لبنان بنصلي دخيلك يا عذراء علينا طلي وعهل أرز الخضرة اسمك علي دخيلك يا عذراء علينا طلي وعهل أرز الخضرة اسمك علي وعدرب الإيمان عنا لا تتخلي
تتخلي وقدامك لبنان صغير عم بيصلي صغير عم بيصلي صغير عم بيصلي